ميليشيا يتنامى نفوذها بظاهرة الاستيلاء على الأراضي المخصصة لوزارات الدولة والحدائق العامة وأراضي المواطنين، فضلاً عن تغيير ديموغرافية المدن وتحويل المناطق العامة إلى مشاريع تجارية واستثمارية وعقارية عبر عصابات متنفذة داخل الوزارات الحكومية لا يقف أمامها شيء ولا يردعها قانون. مناطق عديدة تستمر الميليشيات الطائفية بعمليات تغيير ديموغرافيتها والتجارة بها مع تواطؤ حكومة السودان وغياب القانون، كما حصل من استيلاء الميليشيات على أراضي المواطنين في منطقة البعيثة بقضاء الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وما يحصل من تهديد الميليشيات والقوات الحكومية لكثير من أصحاب الأراضي الزراعية في مناطق حزام بغداد من أجل فرض سيطرتها على تلك المناطق. نحن أبناء الأنبار، أبناء السورة والصوفية، نناشدكم للنظر برفع هذا الضرر عن بيوتنا وعن عوائلنا. بلاد تسود فيها قوانين الغاب، ففي الرمادي مركز محافظة الأنبار هيمنت مافيا العقارات على الأراضي التابعة للطرق والجسور في منطقة الصوفية بالمدينة لمصادرتها دون وجه حق بذريعة الاستثمار، وكما العادة دون حسيب أو رقيب. عقارات الأوقاف في حي أور شمال العاصمة بغداد هي الأخرى لم تسلم من أيادي الميليشيات لتكون سبباً في صراع ميليشياوي للسيطرة عليها دون أن تحرك الحكومة ساكناً، على الرغم من تعهدات الحكومات المتعاقبة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت لدى الميليشيات وإغلاق أنشطتها ضمن ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، إلا أن أي من تلك التعهدات لم يتحقق، حيث تتخذ الميليشيات من منازل ومباني تعتبرها محجوزة بتهمة الإرهاب أو الانتماء لحزب البعث بوصفهم مطلوبين مقار لها، فضلا عن سيطرتها على أراض ومشاريع تدر عليها أرباحا شهرية تقدر بملايين الدولارات،